قبل أن تمارس مهنة الطب في العراق عليك أن تحسب ألف حساب. قد يموت مريض بسبب نقص الأدوية أو غياب الأجهزة، أنت ستحمل وزرة وعليك أن تدفع الثمن غالياً. الخطف أو الاعتقال أو القتل مصيرك المنتظر في خضم فوضى السلاح وغياب القانون أو دفع دية مالية كبيرة. لا قانون يحمي الكوادر الطبية ويجرم الاعتداء عليها، فمن كثرة حالات الانتهاكات ضد الأطباء من الميليشيات المسلحة أو مما يعرف بالقوام العشائرية، صار الأطباء يتخوفون من مداواة المرضى، بل إن بعضهم قرر ترك المهنة. في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، قررت الأخصائية بأمراض الأطفال خلود حميد ترك مهنة الطب بعد نحو 30 عاماً من الخدمة في مستشفيات بغداد والبصرة والكوت. تقول الطبيبة التي ما زالت تعمل في مستشفى صويرة العام إنها تخاف من ممارسة مهنة الطب بعد تعرضها لتهديدات عشائرية. صراحة أنا تعرضت لتهديد عشائري من قبل أهل طفلة، كان بالحقيقة هي قضيتها بالمحكمة، وبرغم أنه بعد ما بات الأمر وما طالعة منه المسؤولية القانونية على أي واحد من الكادر الطبي، تعرضت لما يسمى بالقوامة من قبل العشائر. ويعد موضوع الفصل العشائري في حالة حصول مضاعفات طبية أثناء العلاج أو بعد إجراء العمليات الجراحية أو وفاة المريض من الأسباب الرئيسة لتدهور مهنة الطب. اليوم الطبيب مهمته إنسانية، الطبيب دائما يسعى إلى إنقاذ البشر والحفاظ على روح البشر. الطبيب ليس هو عدو للمريض أبدا، هو يحاول جهد إمكانه لإنقاذ المريض. غياب أي رادع يحمي الطبيب ويوفر له فرصة حقيقية في الدفاع عن نفسه وعن حقه، يضطره في معظم الأحيان إلى مغادرة أرض آبائه وأجداده والهجرة إلى بلد يقول إنها تقدر قيمته الإنسانية والمهنية. يعني بعد هيك خدمة أنا صراحة، وهيك تعرض للتهديد، يعني صراحة أفكر أنه أترك، يعني أطلع من خارج العراق، لأنه البلد اللي ما يحميك